يعني احنا كنا مبسوطين جدا لو مشينا بيت الحاج مدينة ولقيناهم واقفين في الشارع عشان يستقبلونا، رغم الظروف اللي حصل لهم ورغم الاضرار اللي جاتهم من الخريف، هم كانوا مبسوطين جدا لما ما شافونا، وربنا يدوم الابتسامة ان شاء الله بيناتهم يا رب العالمين، ويديهم الصحة والعافية يا رب. أعزائي المشاهدين، أينما كنتم على ربوع الوطن الحبيب السودان، نحن الليلة في ولاية النيل الأبيض في محلية الدويم، خصيصا في منزل الحاجة مدينة. يلا تعالوا نشوف قصة الحاجة مدينة هي شنو بعد طول الأمطار ودمار هذا المنزل. انظروا إلى هذا الحطام الكبير الذي خلفته الأمطار. زي ما شايفين الخريف عمل شنو في بيت الحاجة مدينة. يلا البيت ده واقع عسي ومكسر كله. البيت ده لما المطرة كانت شغالة وقع، الحاجة مدينة كانت قاعدة جوا والحمد لله مرقت بالسلامة وما جاءت أي حاجة. وكمان الحاجة مدينة الآن عمرها 115 سنة، ربنا يديها الصحة والعافية وطول في عمرها يا رب العالمين. واتمنى من كل المسؤولين يسلطوا الضوء على هذه الشرائح من المجتمع ويمدوا لهم يد العون ويساعدوهم كمان. وكمان الحاجة مدينة عندها قصة قوية جدا ومؤثرة ومناضلة جدا عشان تربي أبناء زمان مشت بالبقر بتاعها لجنوب السودان عشان تنقذه من انه ما يموت وما تجيه حاجه. القصه دي كلها تعالوا نسمع من الحاجه مدينه وخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين وين ما كنتم على ربوع الوطن الحبيب السودان، احنا الليله في ولايه النيل الابيض محليه الدوين في بيت الحاجه مدينه. دي القصه قويه جدا، الام المناضله تعبت جدا عشان تربي اولادها، كمان حتى هي في فتره هجرتها الست شهور عندها اهلها هنا في جوز الاحمر عمويها عزف، قالوا انها هي ما حتراجعه وهي ماشيه، كان معاها طفل رضيع ومعاها طفل كمان ماشي معاها. تعالوا نشوف القصه دي كلها مع حاجة مدينه. كيف حاجة مدينه اخبارك شنو؟ نعم انا اخباري ما جيت الجنوب، جيت الجنوب كاكات تجاريه وكاكامور وسبيكه ومربيط كل بلد جنوب بلد يا حاجة مدينه. هناك الواطه حاره وانت معاك البقر، وكيف اولادك فين كانوا ماشيين معاك الصغار؟ ولادي والله دارجين بكيف يوم الحمار قاعدين محلنا القهوة نلقى ناكل، محلنا نلقى ناكل بحبة اللبن دي زيتها من لحمة زيتها دايما شايل قلبخة نديها عليهم، بس دي شتم عليها ست شهور. ده زاد الدنيا دي بحشانة ما دخل ست شهور نحن ماشيين. بقرك اللي مشيتي بيه وانت عشان يعني من هنا المجاعة عشان يمشي ياكل هناك مات كله؟ مات كله والله، ما فضل فوق وجهي 15 بقرة جيت رجع بيها من هناك. الخلاني يموت ان شنو انت مشيتي هناك عشان ياكلها؟ ما في اكل، اكل ما في، لكن ما في اكل لان نحن ناس ما في اللي ياكل الشجر، ياكل من الشجر الناس تشم فوق الشجر، الناس تشم فوق العرقيب والناس تشم فوق شجر العرقيب، فوق شجر القفص دي الكبار دي الكوك دي. ونحن ماشيين ست شهور دي ماشيين ليل ونهار، الست شهور شايلينها ليل ونهار ماشيين بيها والله. ست شهور دي والله العظيم انا ما شاف زول حمر كده الا كان والولايات ناقعين، لكن نسعي قهوة الشطر بيهم وامشي بيهم وربي الهني ديلا، والهني ديلا خلت الهني ماتع ما خليت. انتي بس انا مشيتي شفتي معاكي الطفل رضيع وشفتي معاكي واحد من اولادك وخليت اولادك الهني ديل معمنو؟ خليتهم ساعة خليتهم فوق الحلة بس مع ناس الحلة، وكي جاهم زوج عليهم المرة اللي معاها الرجال ماتت، ماتت قتلنا من العطش، قتلنا من العطش. جينا جينا موضوعنا واقف قديش كلها من الشرق جو من الغرب جو من الصباح جو كلهم قالوا خلاص يعني عملوا لك بيتعزى هنا. اي سووا لي الموضع وسووا لي البيت وسووا لي كل شيء في الدنيا هم سووه الناس. من الشرق جاي راجعون، من الصباح جاي راجعون، الجفاف 84 بلد كعبه خلاص، طبعا نميري بلد كعبه خلاص. وقت ما جينا هناك لقينا البلد سوت وثبتت والناس نميري، قلنا نعم 100 نعم، قلنا نعم 100 نعم بنميري نعم. بعد خلاص الناس ما الضربه فاتت وكاكا خلاص انضربت حتى الشجر ده حلي. وانتم ماشيين ما كنتوا خايفين على نفسكم؟ الشارع ما في امان ما في كده؟ ما في امان، ما في امان الا اللي هي جنب ولا لي بنت المك ولا لي نعم بنت المك كان ورده فوق كان ورده فوق 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 البحر ولا لي بنت المك انت بنت المك اقول لهم بنت المك انت بنت المك اقول لهم بنت المك يا ركوك حقك لو حبيبي اقول له ورد صور حقي لبا يعني اقول له سرح ما في ما في بعدين فيها غلة وهي غلة ما في وهي غلة ما في غلة دي كله كله حركة عيش دي ما في. طيب عيش ما في الناس بتاكل شنو كانت بيجيبوا من وين عيش؟ بيحطوا فيه ده 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 النمل ده بيت النمل ده وياكله شدوا شدوا ده بيت النمل مقر ده شفت ده ده العدار بيت النمل ده العدار اللي بيكون براه براه سووه بيجي مشدنه قليل وبياكله والله. يوم ادوني له انا قلت يمكن دروس اكلت معايا قلت يمكن دروس جيت هنا الجنوب يعني قلت لك تعالي هاتي ذوق كده
وجداي غمضته فوق ايدي وديته لولادي ما حرقوه. شحت في كورتبي لا تشحت شحت الفلاتيه. انا وصلت اولادي. وجيتوا كيف من هناك ثاني؟ انت مشيتي بالبقر بتاعك عشان يلقى العيش وياكل ويلقى الاعشاب وكذا. ياكل ويلقى قداش ياكل. جينا بخشم البحر نمشي هنا ننزل ونمشي هنا ننزل ونمشي هنا ننزل. مثلا نص نجاعة بس. نجاعة محل من السكون وهو ما في. محل من ناكل فوق ما في، محل من نشرب فوق ما في. لكن بس البهايم ديلا لكن جرام هاي جرام بس. واحد مشى ولداتي كان حسب ربي الهني ديلا سوي شيء. حسب امرك حاجة ربي الهني اللي هاي. والهنا ديل خليت لهم حاجة أبوه متوفي وأبوه متوفي خليت شنو؟ خليت ولا خليت لهم أي حاجة خليت لهم ده خليت لهم بهاي شبه أنا من جيت لقيت ماتوا لقيت ماتوا يقفوا في البحر ده ياكلوا يلقطوا لهم في قشور البحر ده يدعوا لهم ياكلوا كمية زبوط بهيمة مثل ده ياكلوها يسووا لها شيء يدعوها دول الخل رجع عني. بعد ما جيت لقيت عندهم باقي بقر ولا ماتن كلهم؟ ما جيت ما جيت والله كان بقرة واحد وقتلها الجنوبي فض بقرة اجل وانا كنت اكبر عادي في شقي جاني قال لي مريم لسوق دي خفت على رقم سمي قلت له سوكا سوكا يا نور سوكا جور سوكا داني خمسة طبايق قال لي هاك شيء لا يركو حالك قلت له لا لا طبايق ده كان ست انجلي قاني ما بيقتلني ولا جاي ست وديتي حفرتين دفنتين في الوطن دي وسكت اولادي وخذ اصل لهم شنو جيتي بعد طوالي جيتي هنا جيت جوز الأحمر جيت يا خشم البحر وجيت جوز الأحمر جيت بخشم البحر جرب خشم البحر زي الفلاته مع الخطو هنا الخطو يوم هنا الخطو يوم وهنا الخطو يومين هنا الخطو الحمير بطل معاكي ناس من جوز الأحمر هنا ولا جيتي براكي وأولادك بس؟ جيت براي إلا وأخواني أخواني معاكي أخوانك ما في معاكي؟ ما في معايا أخواني ذاتهم جو منتهيين ما لهم كمل وعمرهم كمل والله وكان جينا لينا موضوعنا وهذه وقالوا ناس كتلوا من العصر وكانوا من المرفعيه بلاقيك بداري بيبكي معاك بلاقيك بداري بلاقيك بيبكي قال خلاص وقت البلد السامة جينا راجين وكيف نميري خلاص أما البلد جينا راجين كاكا خلاص ما كتلة التب شفت وكيف كتلة يقول لي مريم مريم انت مرة ربع حقي لا بيتبعك على ربع حقي كنت تبين يقول لي ربع ما عندنا هي سليم يقول لي لا سليم ما هو ربع سليم زي كده جهدنا فوق البهايم دول جينا هنا البلد كانت بلد استعملت لجينا ليش ولجينا لكن والله وكسرت صرت كوستي اكلت رغيفه امسكها بطني محل مريفه تمسكها في بطني ذيك زي الداي ما اكلتوا نهائي اكل زي الناس ما شبعتوا في الاكل انتوا ماشيين والله شبعوين هو في ما في تقول اكل يقول لك غله ما في كان جيت اشهد يقول لك غله ما في تجيبها من وين؟ تقول فيها وين الغله؟ بعد ما كوستي ثاني جيتوا هنا طوالي؟ لا جرينا بخشم البحر بالجبلين وبالكوستي وبالراس النعيم وراس حلة الشيخ النور لبتتور جينا بالجارين بالغرب بخشم البحر وجينا جارين البهايم يشربوا ونحن ناكل وكنت نلقى لنا وحبة معونة كده نقول خلاص الحمد لله والله العظيم حتى دهي دي القشة دهيت المعونة دي ما فوق شو طلع بود ناكله بيقولوا خلاص تاكلوا المعون اللي بيجي في البحر دي بياكلوها كان؟ اكلوا ناكلوها نقول له ده خلاص سووها من جضوها نقول له ده خلاص دي اكل جضوها زي الستين زي الستين والبحر ثاني بعد جيتوا هنا الدوام طوال استقريت جينا الدوام نحمد الله اهو ثاني جينا هنا غرينا زينا وزي الناس بعد خلاص عندنا سبحة بحت وكملت وجينا ماشي قاعدين بالبحر وزول تمشت والله يضبطناها زول محل راس امشي براه بالخلق والله العظيم كده احكي لنا قصة البيت ده وقع كيف البيت ده والله مصنقرة فيه ما تملقيه بعد البيت ده ما جاء البيت دي قالت لي يما قلت لها قالت لي الكهرباء دي جابت رجع قلت لها الكهرباء دي جابت رجع قالت لي جابت رجع مرة قالت ثاني جات لي داخلة مرقي داير أمره كان اسمع لك البيت رد ثاني دخلت كده لي جوا دخلت لي جوا لما الواقع انت كنت جوا؟ جوا كنت جوا انا كان جبالي جمال بنيه كان انا متطاني تجي لهم ما بقدر ومر عجوز ما بقدر وقحت لهم فقد ما يدعي لك كرمني كرام جمع البيت دي والبيت دي كرمني كرام مرقني برا وكان ما الله رحمني بالبنيه دي كان زمان نسعني في المغابير والله حد كتاب الله بس بتنوم وين البيت ده وقع؟ برقص الصقيعة دي طقحت الله دي من الله ما جابها سوى لي الكرنك ده فهي الخير سوى الكرنك ده بس ما ارقص هو أبرقت هو تاني البيت تاني بعد مدة سيفه
هسه يعني بتنوموا في الشارع برا؟ نرقص في الشارع برا والله، لا ناموسية ولا هدم ولا جا ولا جا ولا جا. وحاط كتاب الله. راقدين في صقيع ده الله دي. بالله المطر ده ما جاء راقدة في الصقيع ليل ونهار. والله بالنهار ترى انا مقيل فيه. حجة مدينة ربنا يديك الصحة والعافية وتكرم ليك ان شاء الله، ربنا كده يخليك ويحضرك لجديد اولادك ان شاء الله. نحمد الله نحمد الله نحمد الله في التعب ده، التعب ده ما حار راجله. نحن الله يدي الحكومة العافية ونحن ترى نعيش نعيش عشتك. تعال اكثر من ايش عايشتك معانا ثاني تشوف فيه. شكرا لك، يديك العافيه ان شاء الله يا رب. يعني اذا اعزائي المشاهدين وين ما كنتم شوفوا دي قصه حجه مدينه اللي هي ناضلت باولادها وناضلت من اجل اولادها عشان تربيهم، وهي ما زالت قامت وانتشأت في اسره هي تقوم بتربيه الابقار وما زالت الى هذا الحين لديها ابقار في المنزل. شكرا لكم كثير، واتمنى من كل المزونين تسلط الضوء على هذه الشرائح من المجتمع. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، وحتى الملتقى كونوا في حفظ الله ورعايته.